السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم أداة أكثر من رائعة. هذه الأداة تعتبر بمثابة تهكير لأبل ميوزك، ولكن لم أرد اختيار عنوان طريقة تهكير أبل ميوزك، لأن الكثير سيعتقد بأنه سيستطيع تنزيل الأغاني بالمجان والكثير من الأشياء بالمجان يعني تطبيق أبل ميوزك بالكامل، ولكن هذه الأداة تعطيك العديد والعديد من الخيارات، وأبرز هذه الخيارات وهذه الميزات هي إزالة الإعلانات من أبل ميوزك أو من الراديو الخاص به أبل، حيث كلنا نعرف عندما تقوم بالتمرير تمرر يعني حوالي أغنيتين أو ثلاثة أغاني يظهر لك إعلان طوله 30 ثانية، يعني ممل جدا هذا الإعلان، فبالتالي سنستطيع إزالته باستخدام هذه الأداة. الكثير من الخيارات أيضا ستراها في هذه الأداة، يعني أكثر من رائع هذه الأداة، يعني تعطيك كل الخيارات في أبل ميوزك. لا تزال كثيرا رقم معي، نمر إلى شرح الأداة مباشرة، ابقوا معي. إذن في البداية مشاهدي الكريم ستنتقل إلى السيدة، بعد ذلك ستقوم بالبحث عن هذه الأداة التي تظهر أمامك الآن من السورس بيك بوز. السورس يعني يأتي من السيدة، لن تحتاج إلى إضافته، ستقوم بالبحث عنها. طبعا الأداة مجانية أيضا. بعد ذلك ستنتقل إلى الإعدادات وتدخل إلى الأداة من خلال الإعدادات. هنا ستجد العديد من الخيارات، خيارات البلاينج ناو أو التشغيل الآن، خيارات الراديو إكسترا، يعني خيارات إضافية تساعدك كثيرا. الخيارات الأولى من خيارات الناو بلاينج، تستطيع إخفاء العديد من الأشياء، إخفاء الستيوس بار أثناء التشغيل، إخفاء الأرو ديزيبل ميوزك بار، يعني إيقاف البلور أو يعني الوميض الخاص بالموسيقى أو شيء من هذا القبيل، يعني يمكنك تجربة كل هذه الخيارات. كذلك خيارات الراديو، هنا أنصحك بتفعيل هذا الخيار وهذا الخيار، يعني خيارين الثاني والثالث لإخفاء الإعلانات، وكذلك الراديو سكيبس، يعني تنقلات الراديو، يعني لن تحتاج إلى يقول لك من باقي خمس من تخطيات أو شيء من هذا القبيل ونستطيع التخطي، كلنا نعرف هذا، بل يمكنك يعني تمرير العديد عدد لا متناهي من الأغاني، لا توجد أي مشكلة. كذلك هنا الإكسترا هايد كونتاكت، يعني إخفاء الاتصال، هايد فور يو نيو، يعني إخفاء المقترحة لك والجديدة وغير من ذلك، هايد ريسنتلي أدد، يعني إخفاء المضافة مؤخرا، العديد من الخيارات ممكنك تجربتها مشاهدي الكريم. بعد تفعيل هذين الخيارين أنصحك بتفعيل هذا الخياران، يعني ضروريان جدا، ستقوم بالضغط على Apply Changes وتقوم بإعادة تشغيل السبرينج بورد. الآن إذا انتقلت إلى تطبيق أبل ميوزك وقمت بالذهاب إلى الراديو هنا وقمت باختيار أي قناة من قنوات الموجودة في الراديو هنا، لاحظ معي مشاهدة كريمة للتشغيل هكذا، إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم، رجاء إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، ولا تنسى أيضا دعوة أصدقائك للإعجاب بالصفحة والقناة وكذلك المدونة هم أيضا. نبقى لي سوى المودعكم، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.